اهلا بحضراتكم، معي صديقي العزيز دكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. منورنا يا دكتور. مساء الخير. اهلا. مساء الفل. دلوقتي انا عجبني قوي الخطاب اللي قاله الرئيس السيسي لما كان في قمه البريكس، كان يعني تحليل اقتصادي متماسك جدا وواضح جدا، عارف كده عين الطائر، ادي اللي بيحصل في مجال المديونيه، اللي بيحصل في عين في موضوع الاستثمارات الاجنبيه، عملنا تغييرات في القوانين ولا مشروعات قوميه كبرى الى اخره. ايه الرساله اللي احنا كنا عايزين نبلغها لدول البريكس، ويعنينا في ايه ان دول البريكس دي يعني يكون لها انطباع ايجابي عننا؟ هو بدايه مجموعه البريكس اللي انشات عام 2006 انشات على فكره، الفكرة انه هذه الدول هي الدول البزيرة في النمو، معدل النمو الاقتصادي عندها بيبقى عالي جدا، حجم او سرعة تزايد حجم اقتصادها كبير، وبالتالي هم هيلعبوا في خلال فترة ما دور مهم في ادارة الاقتصاد العالمي. المجموعة دي بتستحوذ على تقريبا 23% من حجم الاقتصاد العالمي. مؤكد لو تم انضمام ليهم اقتصادات اخرى بازغه بتكبر بوتيره متسارعه، في الحاله دي هيبقى درجه تاثيرهم في الاقتصاد العالمي هتتزايد. فاحنا عندنا الحقيقه برنامج الصحه الاقتصادي كان عندنا تحديات ومشاكل ما زلنا بنواجهها، لكن هل مصر ممكن تبقى عضو؟ طبعا، لانه البريكس الدول دي لما بتشتغل عينها على مش بس اللي هم بيشوفوه، لكن كمان عينهم على التقارير الدوليه. فانت في تقارير صدرت بتقول انه مصر ممكن مع استراتيجيه مصر 2030 بالمناسبه، يعني انه ممكن في 2030 تكون مصر من بين اهم 20 اقتصاد على مستوى العالم. ففي الحاله دي يبقى مصر دوله مرشحه من وجهه نظر مجموعه البريكس انها تكون معانا. فهم تركيزهم على الدول اللي ممكن تعمل نقلات مهمه، وبالتالي يبقى ده يتفق مع الفكره الاساسيه من انشاء هذه المجموعه. لكن خلينا نشير لموضوع تاني الحقيقه مختلف، وهو الحقيقه المغزى في مجموعه البريكس. اتصور على الرغم انه يمكن الصين ما كانتش هي المفتاح بتاعه البريكس، لكن هي حاليا اللي عندها رؤيه بتدعم بشكل قوي للغايه مجموعه البريكس. الصين هي اكتر دوله على مستوى العالم عندها قدره في النفاذ في الاسواق، تقدر توصل للاسواق. الاقتصاد الصين عندها مشاكل اقتصاديه كانت بتنمو ب 14%، معدل مش موجود في العالم كله، نزلت ليه ما دون ال 7% 6.5%، وبعدين بدات تستعيد تاني قوتها. وعشان تقدر ترفع معدل النمو الاقتصادي بشكل عنيف، عشان تقدر تشجع المشروعات الصغيره المتوسطه اللي هي قايم عليها، عشان تقدر تخلق مزيد من فرص العمل، عشان تقدر ترفع مستوى المعيشه، لازم قدرتها للوصول للاسواق تتزايد. وعشان كده الصين اكتر دوله على مستوى العالم في الوقت الحالي بتصرف على موضوع تحرير التجاره. تحرير التجاره الدوليه. عايزه تقلل الجمارك وعايزه تفتح الاسواق، عايزه تشيل، وده عاده الحديث الرسمي للدوله الصينيه بدايه من الرئيس، وبيقرروا يعني قرروا السنه اللي فاتت في افتتاح مؤتمر ديفوس الاقتصادي، وبيقرروا كتير وقالوا كمان في البريكس. طيب الصين عايزه تبتدي تبص على الاسواق اللي ممكن انها تصل اليها، وكل ما يبقى فيه مزيد من تحرير التجاره يبقى في الحاله دي الصين مرشحه بقوه انه حجم اقتصادها يتزايد، معدل نموها يتزايد، وبيتفق معاها في هذه الرؤيه روسيا، البرازيل، الهند، اللي هم فعلا دول بتتحرك بشكل سريع جدا. ما هم البريكس، البي البرازيل، ار روسيا، تمام، اي انديا، تمام، سي تشاينا، وضيف ليهم ساوث افريقيا اللي هي جنوب افريقيا. صحيح. تمام. طيب دول خمسه الاساسيين اللي احنا عايزين ننضم ليهم بقى. صحيح. نعم. فطيب ايه الدول او القارات او المجموعات اللي مرشح خلال الفتره اللي جايه انها تكون عنصر اساسي في الاقتصاد العالمي وانه يبقى فيها اسواق واعده؟ نعم. حاليا هي القاره الافريقيه، هي القاره التي لم تكتشف بعد، او القاره اللي كان النظره اليها لانها مجموعه دول حباها الله بعدد من الثروات لازم نستفيد بيها. لا، النظره اختلفت. النظره دلوقتي انه دي دول مهمه جدا، بحلول عام 2050 الافريقيا دي ممكن تبقى عنصر لاعب اساسي في الاقتصاد العالمي. بحكم ان معظمها ثروات لم يتم استغلالها بعد. ده امر، والامر الثاني انه ده سوق ضخم. سوق ضخم ومش جاهز. فالصين بتخطط للسوق الافريقي بقى لها عقدين من الزمان. اكتر كمان، يمكن حوالي 25 سنه. لقيت ان النفاذ لاسواق زي اوروبا وامريكا وكذا ممكن يكون في تحديات ضخمه، انما الدول الافريقيه من الممكن لو بعت لها منتجات بكواليتي اقل سنه مثلا او سنتين حتى وبسعر منافس قوي، يقول لك لا خلاص انا اخد الصيني ليه اخد الامريكاني. مش كده وبس، موضوع ان يبقى في شراكه ما بين الصين والدول الافريقيه، عشان كده هنلاقي انه عندنا القمه الصينيه الافريقيه.
وبتعقد بشكل دولي، والصين مهتمه جدا بهذه القمه. ف افريقيا عشان تصبح سوق محتاجه شغل كبير جدا، مش بس على مستوى الترابط ما بين الدول بعضها البعض، خطوط طيران وخطوط نقل بدري وخطوط نقل سكك حديديه وما الى ذلك عشان نقرب الدول مع بعضها، لكن كمان خطوط اتصالات وتكنولوجيا معلومات. ومحتاجين انفراستراكشر في كل دوله داخل كل دوله. يعني احنا عندنا مشكلتين، مشكله كل دوله من الداخل محتاجه اعاده بناء، ومشكله ان احنا نربط الدول الافريقيه مع بعضها دي محتاجه كمان شغل كتير. طيب نبتدي بقى نبص على العلاقه ما بين مصر والصين، والرئيس عبد الفتاح السيسي رايح جاي على الصين، هو ايه الحكايه؟ بالذات الصين فعلا، هو ايه اللي مخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحرك كده على الصين كتير، وايه اللي مخليه الصين بالمناسبه اكثر اهتماما بمصر من انه مصر مهتمه بالصين؟ يعني الناس اللي بتشوفه هو الصين مهتمه بمصر علشان الميزان التجاري، عشان العلاقات الصينيه، صحيح ده مهم. وبالمناسبه مصر شريك تجاري مهم للصين، وهي الشريك التجاري بالنسبه لنا احنا كمصر الاول على مستوى العالم. احنا بنصدر لهم بحوالي 1.5 مليار، ممكن نقدر من 2 مليار ان شاء الله السنه دي. هم بيصدروا لنا بحوالي 10.5 مليار. فالميزان التجاري ضخم في العجز في صالحهم. احنا طبعا بقى لنا فتره بنشتغل على انه مفيش مشكله العجز يبقى زياده، بس هاتوا لنا استثمار وهاتوا لنا سياحه عشان يبقى ميزان المدفوعات اللي هو حركه النادي الاجنبي متزنه فيها توازن. فمفيش مشكله نخلي العجز 10 20 مليار، بس هات لنا استثمار احنا محتاجينه وهات لنا سياحه احنا محتاجينها. طيب احنا داخلين على افق جديده تماما، احنا ممكن يبقى العجز مع الصين مش 10 مليار، ممكن يبقى 100 مليار 200 مليار لصالحهم. في مقابل انه احنا هنكون راس الحربه بتاعه الصين في المنطقه دي كلها. لما يجيبوا لنا استثمارات يبقى احنا محطه الارتكاز بتاعه الصين في المنطقه دي كلها. وبالمناسبه مصر بتلعب دور مهم، مش بس علشان تحقق الرؤيه الصينيه، لكن كمان عشان تحقق الرؤيه المصريه. وخلينا نفكر ان من حوالي سنتين تقريبا في شرم الشيخ مصر احتضنت ضم اكبر او اهم ثلاث تكتلات افريقيه، الكوميسا والسادك وشرق افريقيا. فاحنا بنتكلم بس الثلاث تجمعات دول 26 دوله. لو ليبيا ان شاء الله يبقى الظروف تتحسن، بنتكلم على سوق 640 مليون نسمه. ده سوق ضخم طبعا، محتاج شغل كبير. فمصر بتلعب دور مهم في تحقيق التجاره الدوليه. وكمان مصر بتجهز نفسها من الداخل علشان هي دي تبقى محطة الاستثمار الأساسية، علشان بدل ما الصين تصدر من عندها، بدل ما روسيا تصدر من عندها، ما انتوا استثماراتكم موجودة هنا، تصدروا للمنطقة اللي ممكن يبقى تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة. فتعال اشتغل عندي، ابني مصانعك عندي وشركاتك عندي، وبدل ما تصدر من روسيا او من الصين صدر من مصر، وين شركاتكم برضو، يعني اقصد هيبقى في منفعه متبادله، واحنا هنساعدكم كتير. وانت مش هتقدر توصل لافريقيا الا من خلال لان احنا هنبقى الدوله الاكثر جاهزيه. احنا محطه مهمه في طريق الحديد اللي هم حاليا بصدد تنفيذه. ففي الحاله دي يبقى زيارات الرئيس السيسي للصين مش مجرد ان احنا بنظبط العلاقه ما بيننا وما بين الصين على مستوى دولتين. هي المساله انه زي ما الصين عندها طموح، هي دوله طموح لا ينتهي الصين. يعني عايشه على الطموح اللي الحقيقه بيتجدد. فهي عندها طموح انه يبقى درجه نفاذها ووصولها لكل الاسواق عاليه جدا. ومصر عندها طموح انه تبقى منطقه مهمه للاستثمار وتلعب دور مهم في الاقتصاد الاقليمي على الاقل، ان لم يكن في الاقتصاد العالمي. فالتقط هاتين الرؤيتين، انه احنا مهتمين بالصين لان الصين اكتر دوله مهتمه بالقاره الافريقيه. واحنا كمان مهتمين بالدوله الافريقيه بالقاره الافريقيه. واحنا بنمثل القاره الافريقيه على المستوى السياسي في مجلس الامن، واحنا اللي بنتصدى مشاكل افريقيا. ففي هذه الحاله يبقى الزيارات المتبادله والكيمياء اللي واضحه ما بين الصين ومصر على مستوى رئاسي وعلى مستوى كل المسؤولين يبقى ليها اهداف مهمه جدا. ده بينقلني لسؤال النهارده كنت بقول لحضرتك، انا قعدت مع شويه مستثمرين اجانب من الناس اللي قاعد بسمع عنهم دول، وكان الحوار معظمه عن الارقام اللي بتعبر عن الاقتصاد المصري. فانا يعني عايز خبرتك تساعدني في الاجابه على بعض الاسئله. يعني مثلا يقول لك الناتج المحلي في مصر بيزيد بنسبه حوالي 4%. 4% دي حاجه كويسه ولا دي حاجه نص نص، ولا دي حاجه لا ده يعني ده ما فيش انجاز اصلا؟ نربط النسبه بالظروف. يعني احنا وصلنا لمعدل نمو 7.1% في الفتره 2004-2007 كان عالي جدا. بس لما كنا مش بس انه مردود معدل النمو العالي ما كانش منعكس على المجتمع ككله، لانه كان واضح انه في عدم عداله في توزيع نواتج او ناتج التنميه، او كان في نمو بس ما كانش فيه تنميه. لكن كمان معدل النمو ما كانش جاي من
كل قطاعات النشاط الاقتصادي والقطاعين الاكثر اهميه الصناعه والزراعه ودول اللي يامنوا لي وضع اقتصادي يعني مفهوم التنميه المستدامه علشان نقدر نوصل له اللي هو بالمناسبه تم النص عليه صراحه في دستور 2014 انه لازم اعمل وضع نمو اقتصادي مرتفع على مدى فتره زمنيه طويله وما يبقاش فيه تذبذب عالي يعني مش عايز اعمل 7 وبعدين ارجع اعمل 2 وبعدين ارجع اعمل 4 يعني مش 7 2 4 8 2 1 لا احنا عايزين يبقى لحد بعيد في زياده معقوله وزي ما حضرتك قلت مستدامه سستينبل مستدامه فده كمان علشان يتحقق ما بقاش بنيه على قطاع سياحه كل خبطه بيهزني بيوجعني لكن ابني على قطاع صناعه وقطاع زراعه في الحاله دي يبقى عندي نفس عالي اقدر اتحمل اي خبطات تحصل للاقتصاد فده احنا محتاجينه بشده مهم ان احنا نشتغل عليه ده مش ممكن نعمل فيه معدل نمو عالي الا اذا كان الوضع الداخلي سواء كان على مستوى البنيه التشريعيه سواء كان على مستوى البنيه التنظيميه جاهز والاهم من البنيه التشريعيه والبنيه التنظيميه انه يبقى في حاله تفاؤل في المجتمع اصل دايما الاستثمار اللي هو مرتبط بالمستقبل طالما بنتكلم على المستقبل يبقى بنتكلم على تفاؤل وتشاؤم لو رجال الاعمال متفائلين في الحاله دي هيضخوا استثمار حتى لو كان في تحديات في مشاكل ما هي موجوده في العالم كله هي المساله او الحكم انه الدوله بتتحرك يعني الدوله جاده ولا الدوله مجرد بتدفع شعار وما بتفعلوش لا نقدر نلمس انه خلال الاشهر الماضيه في جديه قانون الاستثمار طلع صحيح ضيعنا ساعتين ونص قبل كده في متاهه وقانون طلع ما كانش بيلبي الطموحات والدوله استمعت لرجال اعمال كتير وكان في ملاحظات كتير وما اتخذتش بيها لكن نقدر نقول ان قانون الاستثمار الاخير ده نقله مهمه جدا في الاقتصاد المصري هم قالوا كده النهارده المستثمرين يعني ليه بقى؟ مش علشان هو في قدر لا نهائي من الحوافز وده هيفيد بالمؤكد رجال الاعمال لكن كمان الاكثر اهميه انه هذه الحوافز مرتبطه بالاقتصاد يعني فيما سبق احنا كنا بنقدم حوافز انعكاسها او افادتها لرجال الاعمال مش الاقتصاد يعني ندي مثلا اراضي بالمجان بتروح للمستثمر ما بيعفنيش بقى في سعر البيع النهائي هو بياخد مدخلات الصناعه مدعومه عرض مدعومه طاقه مدعومه فبيروح يشتغل على الاستثمارات اللي بتستخدم طاقه اكتر زي فكره الدعم كده ما هو انا مش البنزين هو برضه كان بياخد دعم عشان مصلحته طبعا فالاقتصاد ما بيستفدش قوي لكن قانون الاستثمار الجديد رابط الحوافز بان انت تفيدني انك تفيد المجتمع انا عايز الحوافز دي في المنطقه دي عايز الحوافز دي في الصناعه دي عايز الحافز دي في المنتج ده عايز الحافز دي ان انت كمان تكبر يعني هديك مزيد من الاعفاءات مقابل ان انت تدرب تهتم بالتدريب لانه التدريب الحقيقي والاهتمام بيه عندنا عنصر شويه محتاج مزيد من التركيز طب هطلب منك دكتور هشام بعد اذنك لنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هسالك عن انه بعض الارقام بتتكلم عن البطاله في مصر بتتراجع وهل ده مؤشر شافه فين يعني فاصل ونرجع نكمل نقاشنا مع الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره ولا يزال الحوار موصولا مع دكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. عندي رقمين لابد ان نتوقف امامهما، الاول هو البطاله، بيقول في تراجع في البطاله في مصر خلال الربع الاول من هذا السنه اللي هي اول ثلاث شهور يعني وصلنا ل 12% وانه حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وصل ل 6.6 مليار دولار برضه في الربع الاول من السنه دي. ايه معنى ده؟ احنا معدل البطاله احنا كنا وصلنا لحد 13.8 ده وقت الثوره وبعد الثوره في السنتين اللي قربنا من 14 فاحنا كون دلوقتي نبقى بنتكلم في 12 ده معدل جيد احنا هدفنا نوصل بقى نشوف 8 نشوف 7 دي ده مساله مهمه جدا بس ده مش هيتحقق الا باستثمار كبير جدا فنرجع نقول تاني انه يبقى انا عشان اعرف اواجه مشكله البطاله اقلل البطاله لازم ازود الاستثمار بالتاكيد ده رقم واحد رقم اتنين الاستثمار مش هقدر ازوده الا لو معدل الادخار زاد اوكي فانا قدرات المجتمع عشان معدل الادخار يبتدي نشوف بقى ارقام جيده صعبه جدا يعني هو ليه بقى صعبه؟ صعبه لانه هيكل الاقتصاد اولا في عجز في الموازنه العامه وفي دين حكومي عنيف فالحكومه عاده مستدينه فده ما يساعدش ما يساعدش انها تستثمر اكتر صحيح الامر التاني ما يساعدش انها تكون مدخر
الامر تتدخل عشان نستثمر طبعا. الامر احنا بنتكلم على معدل الادخار. الامر الثاني انه هيكل توزيع الدخل القومي في المجتمع ما فيهوش توازن. فده مخلي معدل الادخار قليل قوي. فالبديل يعني دوبك اللي بنقبضه بناكل بيه ونشرب بيه. انا عشان اقدر معدل اقدر اعمل معدل نمو اقتصادي 7% محتاج يبقى نسبه الادخار دي فوق 25%. يعني كانه في المتوسط ربع دخلنا على الاقل بندخره. وده مستحيل يعني في المتوسط صحيح يعني. فانا اللي بيعوضني عن ده الاستثمار الاجنبي. فانا محتاج الاستثمار الاجنبي بارقام كبيره علشان هي دي اللي غطي لي ضعف الادخار. طب انا الادخار الاستثمار الاجنبي بيتزايد. يعني احنا بدينا نشوف 8.7 من نهايه العام الماضي. احنا طبعا كنا 10 مليار وشفنا 12 مليار قبل ثوره يناير. نزلنا لارقام ضعيفه جدا، كنا بنتكلم على 4 مليار من سنتين ثلاثه. كنا نشوف النهارده 8.7 ده حجم كويس. لكن احنا طموحاتنا نعمل 15 مليار على الاقل في السنه. وده مع انه في بعض يعني منطقه قناه السويس المحور التنميه اعتقد انه هتبتدي نشوف فيها استثمار كبير الفتره الجايه. فلما ارقام الاستثمار هتتزايد هيبقى في الحاله دي معدل النمو الاقتصادي هيتزايد، يبقى معدل البطاله هيبتدي ينزل. لكن انا مش قلقان قوي على معدل البطاله، انه انا شايف انه هينزل وهينزل بوتيره عاليه. مش بس كمان علشان الاستثمار، عشان هنربط ده بالكلام على افريقيا اللي كنا بنتكلم عليه في البدايه، انه الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم بتشوف انه افريقيا هتبقى السوق الموارد للعماله على مستوى العالم بحلول العام 2050. وبالتالي هي النظرة الأفريقية مش بس إن عندها موارد طبيعية، لكن كمان عندها عنصر بشري لم يستغل بعد. فإحنا هيبقى عندنا طلب غير عادي مش بس على العمالة في مصر، لكن كمان في كل الدول الأفريقية. بس ده محتاج شغل. محتاج شغل على مستوى التعليم، محتاج شغل على مستوى التدريب. فمعدلات البطالة مع الأرقام اللي إحنا بنعملها دي بتتراجع. وأعتقد خلال الفترة اللي جاية هيكون في مزيد من الاستثمار الأجنبي. واحنا بدينا نشوفه سواء كان في الاستثمار غير المباشر او الاستثمار المباشر، لكن كمان محتاج سنه زياده من رجال الاعمال المصريين، لانه دايما نقطه البدايه في رجال الاعمال المصريين. لانه الاجنبي ما بيجيش الا لو كان المصري بادي وبادي بجرأه. وعاده الاجنبي قبل ما بيجي بيتصل بحد بيبعت يشوف الدنيا فيها ايه. فمحتاجين الدوله تستفيد برجال الاعمال المصريين انهم يكونوا اداه التسويق والترويج الخارجيه. فمحتاجين مزيد من التواصل ما بين الدولة ومجتمع الأعمال. محتاجين مزيد من اللقاءات. مش عايز وزارة الاستثمار هي الوحيدة اللي تتحرك. هي صحيح دؤوبة ونشيطة، لكن كمان محتاجة معاها كل رجال الأعمال. كل الوزراء، كل رجال الأعمال. مش بس كل الحكومة. كل عايز مؤسسات المجتمع المدني. يبقى كل الحكومة بتحرك مع كل رجال الأعمال. بالظبط كده. في الزيارات الخارجية. وعايز تكون المبادرة من رجال الأعمال. يعني عايز عادة يبقى رجال الأعمال من مصر هما اللي بيتواصلوا مع رجال الأعمال من ألمانيا. وهما اللي يرتبوا ويتم دعوة الوزيرة إنها تروح. مش العكس. مش العكس. عايز يبقى رجال الأعمال المصريين هما اللي بيتواصلوا مع رجال الأعمال في الصين. ويستدعوا وزير الاستثمار أو وزير التجارة والصناعة هو اللي يروح بناء على الدعوات ديت. مش المفروض إن في مجلس أعمال مصري صيني مصري مش عارف إيه؟ ما هو ده إحنا للأسف بنشوف اللقطة بس في زيارات الرئيس. اللقطة دي بنشوفها بس أو بنسمع لما بيبقى الرئيس بيتحرك. لكن احنا محتاجين الحقيقه شغل كتير جدا يتعمل، ما يبقاش بس زخم زياره رئيس الدوله هي اللي بتخلي المجالس دي تبتدي تبان. وانا مش عايز اعتمد بس على رئيس الدوله، هو صحيح هو بيبذل مجهود وبيتحرك وبيفتح شرايين، لكن اصل هي الدوله مش هتقوم على شخص واحد. مهم انا اقول لك حاجه في السياسه، زي علاقتنا بامريكا بالولايات المتحده الامريكيه، انا بكلم الامريكان اصحابي هو يقول لك ما هو انتم بتعملوا نشاط ضخم جدا جدا والرئيس هناك. صحيح. بعد ما الرئيس رجع ولكن في حاجه. طب وبعدين؟ طب ما ينفعش كده. صحيح. فاحنا محتاجين الزخم ده كمان يكون مع سواء كان بقى رئيس الوزراء سواء كان وزيره الاستثمار، محتاجين الزخم ده يعني يكون على مستوى الوزير وهو طالع. ويبقى الرئيس دايما مش عايزين نشغله بمشاكل الاستثمار ومشاكل، يعني الحقيقه خطاب الرئيس في مجموعه البيزنس كله اقتصاد. تقريبا يعني. ده في حد ذاته كويس. بس كمان احنا مهتمين باعتبار ان مصر بترجع تاني تلعب دور مهم على المستوى الدولي. وصحيح الاقتصاد مؤكد انه بيستحوذ على مش بس وقت لكن كمان جهد وتفكير الرئيس بنسبه لا تقل عن 90%. لكن كمان مهم انه احنا اداره الدوله يكون فيها اللي بيعملوا العمل الاقتصادي الشغل الاقتصادي ده ياخدوا مساحه اكبر ويتحركوا في اطار سياسه الدوله. فاحنا الحقيقه محتاجين مزيد من التواصل ما بين الحكومه ومجتمع الاعمال. وعشان كده انا بقول دايما نقطه البدايه مع رجال الاعمال المصريين.
ومحتاج الحقيقة مجالس الأعمال اللي بيتم تشكيلها دي يتم تقييمها بشكل كل 3 شهور على الأقل. يعني إحنا شكلنا مجلس بننساه ونفتكره بعد 3 سنين. طيب الحقيقه القرار اللي بيصدر بتشكيل المجالس دي مهم انه يتم متابعته كل 3 شهور. عملتوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ يعني خلقتوا ايه؟ فرص عمل جديده؟ ايه استثمارات دخلت؟ ايه تصدير؟ ايه استيراد؟ الى اخره. ويكون في حوافز للمجالس دي. يعني اهلا وسهلا الرئيس شخصيا التقي بيهم، ما اعتقدش ان الرئيس هيبخل بهذا. انه لو مجلس اعمال مثلا عمل تحول مهم في اطار تدعيم علاقه مع دوله ما، جاب استثمارات بارقام ضخمه في هذه الحاله، الرئيس مش هيتاخر. طبعا يلتقي بيهم ويشوفهم ويقعد معاهم ويشوف مشاكلهم وايه الاوجه التعاون اللي ممكن ان احنا ويسخر امكانيات الدوله. فاحنا محتاجين الحقيقه شغل كبير جدا من رجال الاعمال المصريه. انا عارف ان هم دلوقتي اصبحوا اكثر تفاؤلا. نعم. عما سبق. لكن مش بس التفاؤل، عايزين التفاؤل يتترجم على الواقع. اشكرك دكتور هشام، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، كالعاده يعني كل مشكله ولها حل، هي بس القضيه ان احنا اولا نشخصها صح، نستفيد من تجارب الدول الثانيه، احتكاكنا مع العالم الخارجي في منتهى الاهميه بنستفيد منه، وفي نفس الوقت بنعرض بضاعتنا لديه. بشكر دكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، شكرا جزيلا. اشكر حضراتكم، هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اصبحوا على خير.